الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: الوصية بالسنة. مع شيخ كسو شكيي فضي علمه وليهي إيو وصية هي دردارا سيجارة ودردار ما يقفك طالب العلم يا هي الوصية بكتاب الله عز وجل. هل كان وحوها لدونا الوصية بالسنة؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيد الله قرانا وقرينة كتاب الله وحيك قيب كمده وياه سيد الشيخ وعدين دونه وانا لبضى الشيء وان كالهرين إلا قربت بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وكدر دارمي اوهيري تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وحنيدن كغتك اللواء الرموض وعادنا بعد يوبين انت عاد هيستان وحيهين وكتابك الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيادة إلا يسدر دارمو ومهيم حلق عن جوغنو فتنو يكو إبديهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك وحكشيك يا إبديهين قوة دريا سنة إبديهين بلغ يا أبو قوة بدل القرآن كالفت الكيسين يا دريا وفق حديثك دريا نوك وصعبا وقرآن كحقيقة هان محايا القرآن كوحا فصيرا يا بيانين يا وصولنا النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كي لغو عمل فلانا ما سورت قريسو هذي عن حديث كاللقاضة إروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي إروي الحديث حديث كوري ولازم أهله أهل كيسنا لازم أهل الحديث لازم فهم الناجون محايا لإيقا عياء قوة بدبادية نصا صريحا حالويا أرنكا نص عد للرسول نومي ورسول كاللوتيري نبي صلى الله عليه وسلم وحشاق ومدان إلى إسخلاف دونته على 72 فرقة على 73 ملة دمان نار بين مضميان إلا واحدة وهي الجماعة كوحنا بدبادي سنة صلى الله عليه وسلم وحيري الجماعة هي حديث قال وحا كجر مركا لو يدير وكف صري ما أنا عليه وأصحابي أنيقا يا أصحاب تيدو وحا نقصه وأن هاي عدة هاي ستوية الإمام أحمد وحلق وريعين ويري إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم هذه أنا يكواسي أصحاب الحديث كاهين إدعيهين مقرمين وحكى له صحيحين كقصب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كشيكي الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك طائفه مدير كمده كزول ميسو حقك وكم مقضى إليهين وموجنية عند خلافتان وحبادي ميسو إلى أرنك الله وأغي ماذو وأدوية عند ماتو طائفة داسين بدن وعلمني وغينا كمده سيد عبد الله بن المبارك الإمام أحمد بن حنبل علي بن المدين وحكف سرين أصحاب الحديث أصحاب الحديث عيال ولجيدة أبو عبد الله الحاكم وعلي في معرفة علوم الحديث سيد عيال وحكف سراه صحويان ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين
واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. يا كم مضان تفسير إن لغف صراع حديثة قلوه يوقاضي طريق صالحين تا آثار السلف يورى صحابة يتابعين تا خلافي أو ردي أهل البدع إنت خلاف سن سنوي كالنبي صلى الله عليه وسلم بركة أصحاب الحديث للي أما أهل الحديث للي وحلوا لجيدا اعتقاد أهل السنة والجماعة انتهى ستغورنا إلو لم يجد علم الحديث هو كتخصصي وكلي أصحاب الحديث أما أهل الحديث مرنا وحي مقابل يهين أهل البدع وحي لم عنتهاي أهل السنة والجماعة مرنا وحي مقابل يهين أهل الحديث يا أهل الفقه يا أهل التفسير فلنطي علمك يدل لجيده بمعنى علم الحديث هذا لقم وضعه وحل لجيده أهل الحديث بمعنى أهل السنة والجماعة طائفة سوية المركب من دبت بادي سيحق قصبا يا الله سبحانه وتعالى ونصرين وقرقاريه طائفة سيد الله قم من نقوم كرانا شيخ يا نوع عظيم دونا إن شاء الله يروي الحديث حديث كواري والرواية دي سكود دال ولازم أهله أهل الحديث كان لازم فهم الناجون محايل إيقا أكوة بدبادي نصا صريحا حالوي معناها سنص عد للرسول نومي والرسول كاللوتي حديث تسبه لجينا سامت منابرهم وحاق قصدا وآد آداء من بردودا واحمل محابرهم وحاد قاضا محابرتودا أنقاستودا قلمانتودا والزم أكابرهم وحاد لازم تاكودا ووين في كل مزدحم ميل والبه وليسكو عريريو أهل الحديث كأهل السنة والجماعة كوددا من بردودا وإن أدعاده وآد رادسته أديك أرادين يبد بعددي يعلمي ينحلق النبي صلى الله عليه وسلم علمي قدنا وإن أدقاده وحمل محابره معنه ذو وإن أدعلمي كقاده وعلمي أي شيء يعني أدك قرطه وأدك حفظه علم ذو دواوين اللازم سيدا يوكل ويهين ويوكل علم بديهين وقد ذال وحلقوا رياسة فإن بدنا وكمد إن يكدقين أخذ العلم عن الأصاغر ابن مسعود وعلي رضي الله عنه لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم تدكو كزو لما ينقوى صالحين هصوبا أو إسهايستائنيهين انت علمه وإيمانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابتي سيئكو دواوين علمي سيئ لغوك لويه فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا هو غير يرهدوا علمه بيماده ويهلاك سميا أصاغر تمرك أهل البدع نوالغو فصريك وعلم بضان الله نوالغو فصريك والدعد ير نوالغو فصري صباتوا الدعيران توحي مضينا وتهي علم يران والزم أكابرهم هو دواوي لازم في كل مزدحم مر والبو ليسكو عريريو وحاتاك جرتين لا تلمام يوم مجالس تعلم إن لا عمره هو أي نقطة ما يرى لا يسكو عريبيه وقف والباهدين أحوك الصغاله تا أي شيخ تلمام يوم مرك مجالس تعلم وين عمرنا توارين تسينيسا بدقبك ومضع إي بدبادي دي دين الرادي نيس أصلك منارهم وحد قادا على مدودة والددودة والزم شعارهم وحد لازم تا أستان تودا وحطت رحالك هيريدا وحد لغتا إن تنزل هديب أدكتو مل أدكتو بسوحهم أماكن تودا ساحوين كودا هيريدا إيو علاب تادرلكو وحدو قصدا منار دودا المنار هو العلامة وعنها دلولة إذا وددودا يعني ما شيئ وعي مرين أو افتيه كودي وكم وقضه وإنك مرته بريق ودي عد لازمته
شعاركودي وإناد لازمتو مركا طريقودي وإناد مرتو هدي أدلاد أهل الحديث بان كم مد أهل مقعو كلية اللوغة من مد نقضة وحاللوغة من نقونا يا شقدودي إن لقبتو طريقودي إن لمرو شعاركودي إيا هديودي إن لغو ددالو علمودي إيا عبادودي إن لغو ددالو قفوا هدي قلقوا بيرينيو وطائفة راعي أهل الحديث وإن أدراعه وشيخ كلهم أصلكم ناره موحد قادا وددود والزم شعاره موحد لازم تا أستانتود وحد طريحالك هيريدا دماء العبتا وحد دقتا إن تنزيل هذا مردق يسوع بسوحي بي أما كنتود أما بريهود جمع صاحة ويا هم العدول كبعد شيخ قلت المام يا فضائش إليه أهل الحديث خاص أهان يا أهل العلم عام أهان طيب كبدا هم العدول وكو عدوشة وعادلين تهويان لحمل العلم علمك قادي ديس كو عدوشة وعدارة غصي فيسا كيف سليباني صدع وهين وهم يقوعيه أولو المكارم ونبي قوي صاحبك أول أخلاق يا أخلاق رسوما وشيما يوتي الماما ونكسن انت صولا يغوى يغوى له سيدي أياني أن قولين هو علمك حمباري ديسي لو آمنه وعادلين وحال قول يا نبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف حدوده علمك عن قرن والبا قلو والبا اتماضا وحاكا قادي دونتا كود عدوشا كود عادلينتا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين قيبتا دبي هذا الشيخ كوي ما دونتا هو شقد عقبان يب لكن قيبتا وروحا كجرتا علمك أن ضدك قادة إن مشهور كالنقضة إن أمد أكتيدا لو يقان علمه صحيح إني حمبار سيهين إنيهين عدول نبي صلى الله عليه وسلم أيانا تعديلي هران وحان صمرني الله منه تعديلي أهل العلم مركي ومرقاتي قشضي مركا عدول ويا الإمام أحمد بن حنبل كتاب إساء الرد على الجهمية مقدمة ديسة خطبة ديسة وكلية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم وحمد الله حل والبه والرسل شعيك لقعان يالي بقايا من أهل العلم قار بقيك هرادي تدك علمك حمار سنة يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على العدى شقضي قبني وحاكم ده انتي باديودا اي هنوك اوغي ريان ضدك دباتدا يوغي سنيان ويو صبريان يحيون بكتاب الله الموتى كتابك الله يكون مولاينا ينكو قلوب دود دمتي ويبصرون بكتاب الله أهل العمى هو هو حباركين بكتابك إله وقدسان فكم من قتيل لإبليس قد أحيو بضنا إبليس مدو الدلي ويدب النوليه وكم من تائه ضال قد هدوا بدنا من باديسا إلو صنع وريرسا ويهنوني وإلهي قعنت ذوكو هنوني فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه ونكسنا وحيدتك أصميان فولح ما صدتك وحيك أصميان ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وعلي الإمام ابن عبد البر وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمود في أمره محمول في أمره أبدا على العدالة قف والبو علمه شرعها حمبارسا إنه كد دال الله قرني وقف عدلها أرن كيسان وحال وحمباري عدالة سيد أصل كيسا وإنه عادل يهي قفك عالمك حتى تتبين جرحته في حاله إلى لقاه بصده وحدالة سدا وعيا إليه جران الإمام ابن القيم سونا معاني سدا صوكلا
ayuu ku fasiray xadiidka aayaddiina waa soo marnay hore inuu sidaa oo kale ku fasiray culammadu inay yihiin cuduul allah subxaanahu watacaala ayaa tacdiiliyey nabiga sal allahu calayh wasalam ayaana tacdiiliyey hum alcuduulu lixamli alcilmi hum alcuduulu cuduul weeyaan asxaabu alxadiid لحمل العلم علم حمباري دي صدرت بي عدول إيه ونبي شيء علم كو حمبارا إن عدول إيه كيف وهم أولو المكارم إن عدول إيه وحاكوسي حوجينيسا إن يهين أولو المكارم والأخلاق والشيب ضد ونابيو إيه أخلاق إيه تلمام صوبا صاحب إيه هم الأفاضل وكو ونابي ضبطا حازوا وحيقات خير منقبة أمان مد عبوة ناكسن عوفي عن هم الأولى قواس بهم الدين الحنيف حمي وقوى دينك قلوا أكل يقسنا لقو إلالي قوى أهل العلم أهل الحديث وقوى دينك حنيفك دين إسلامك يتوصن يقلوا عونا كل يحسن كوي لغو إلى اليوية والله سبحانه وتعالى قرآن كيسا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه السبب أن قضي محفوظين يا هادان وإلى إنك هددان إن سوق غيران إيدتك نقدم بيا نقدم بيا إيه صافيا هم الجهابذة وقوة واوين علم قبضا الأعلام بورها تعرفهم واذكرنا إيسان بين الأنام ضدك لحدود بسيماه على مدود عياد كقر نيسا ووسمه مي إيوس مدود أهل الحديث هو الشيخ كلية وإن أتقض يطو دريق ودعاد رعض وأئمة واوين علماء واوين خبرة أولى شريعة إسلام قوية أعلام تا الأعلام وجمع علم وهو الجبل أركبور وحالول يا سيدا هو يحي وأم وقضاء يا لبوش بهيا سيدات مركب كوغان إساء وحاد كوغان إساء على مدودة هي صمدودة رقم كودة علم كودة هي عمل كودة يا كوغان إساء هم ناصر الدين هي هو كو دين تو غرغارة والحامون وهو حفظ حوزته حرديس من العدو عدو كإلالية بجيش عيد القيل على غير منهزم من جبيع عنهم وعد كوكارنا على مدودة وقوى دين الإسلام وكرجارية مر والبا قلوا والبا صور رتا سمع قطع سقر صامبا هو متاعن ودين الإسلام وكرجارية والدفاع يويا حرد الإسلام لمضى هي حرد الصنعة هو ورديها كه يويا وير والبا كوي ماذا أما حقي قالوا كي ماذا أما أهل البدع أما مفسدين كوا أتاقن إواردين يويا وكوا ضدك سنة أبوية ريو فتنة أبدقية وكوا ضدك حق أبوية ريو باطل أبدقية على مدوة أي تاسي كمتا مروان بكوا حق أتاقن والدفاع إنيه حق أتاقناشه سي الدفاع سنة كمدالان ومجبان نيد أهان وما جبان فعل أهان وما جبان والجود وحيوت أجيهين إعلاء كلمة الله هم البدور وضيح يويا ولكن لا أفول له ولكن بعد مله بل الشموس بل وقرح يوم وقد فاقوا وإن كسر مريم قرح بنوره من افتيك ودعي وغسر مريم وضيح يعني ضيح لم يديه سدوي فيو كله وعالم قودن ووقف ايدي سنه يحيي لم يديه بل وحي وسي في عيه ضي حبوب دعاه مربو قرصوما يغو ما دعان مر ولو يفيا بل ضي حوي وكيفتين بديهينو وقرحضه وكله قرحضه لفتي كود مر بي دعاه يغو ما دعان او يفتين كود وا ميد كسريه ميد كقرحضه وحنا صوم مرني نبي صلى الله عليه وسلم إنه يرفض العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب عالم كنبي صلى الله عليه وسلم إنه كل شبهي بشر هبينك أي ضيحة هاي إنه لم يديهاي سيد بشر هبينك أي حدقها كالغس الرئيس وغا إفتين بضانت هاي أي عالم كن وغفض لبنية إنت كلا
لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت قرحنا وحفتيني وما باقي النقوان مركي بعضه ونورهم مشرق من بعد رمسيهم إيغا نور كودون وامد إفايا مركي العاصي كذب مركي قبر لقليه كبعد أيا نور كودي إفتين كودي لقفا إذا سنيا مركا عالم كنتو نول يهانا ومضوي كفا إذا سنيا وطريق حقا أيو إفتين من مركو غير يودن علمي في سلال ديمان ما هي باطب وهانا يوال لغا فايدة سنية وإنغا هد آخر سنة إن الشيخ منظومة وقرأي سبا مرور غير يودي قفك شرفتي سأي مركا كمتا إنو كهرو علم ينتفع به وحينا كمتا وحيالها كباقي نقونا يعمل كيس سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيخ قفك هدو غير يودو عمل كيس وقعيا إلا من ثلاث سدح لي الرمض وحاكم لها علم ينتفع به علم مركا وقفك واحتر باقي ونقنية يا أجر أسعنية سلوك لو أشرف يا مقع أهرية وباقي نقنية علم قاسي أنت وجروه أدبين أبود ذلك جرين دطي عقلك لها مقع في عن إنه كهره مركا يقوي يقير يودا ونورهم مشرق نور كوذمت إفا يويان من بعد رمسه مي قبر جلنت وذكدم لهم مقام رفيع وحليه المقام سرية ليس يدركه من العباد عظام ضع وسنك جاري كريم سوى الساعي كسعيه مي متك أود دالة دال كودي وكلام عنه متك لا وسنجاري مقام سرعي ليه أهل العلم وجود أهان إي أهل الحديث خاص أهان مقام كاس نقف غاريا مجرو إلا قف كالددالة سيدي الددالة يلو كلمها مركا ما أهان مقع الله يسكى الشيغان أيو إيو ورقض لإسو قر أيو إيو قف قونيو إيو دو كسو قلين إيسا مكاسا ريسا أهل الحديث مجرتي عمل كاقع أيو الله من إيسا هدي ضريقو دي عاد مرتو ددال كو دي عاد لطي ماضو إيقا مقام كو دي واد غاري سوانا لغوبو لوغون اغو نسبين يا يغات كامل نقونيسا ادي لكن صفاتو دي لغا وايو او اذن لاين ددال كودي كما من نقونيس سي ولبو ادو شيغاتو علم مركه و خو باهيا ددال مقام كسر و خو باهيا جهد بلا قف منو بخي علم و اصلها بكم يماد الا قف منو كود ددال ما حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و انما العلم بالتعلم علم و خو يمادا برش دلال المقف وكبد عيوب برد لهم مقام رفيع وحيلي المقام سرع ليس يدركه آل قاري من العباد أطوام ضحال كبديه سوى الساعيكي دلال يما هنك سعيه من سيدة دلال كودوك أبلغ بحجتهم حجدو ذو حيلق ليرا أرجع بكفتهم كفدو ذو راجع سنة في الفضل فضل يكون راجع سنة إن قصتهم هذه أكو قياسته وزن الميزان أهم بغيرهم إيقا غير كود أكو قياسته وعقولي على مضاها الحديث لو حاكم ذا إن إليهين الحجة البالغة حجة بالغة وحيل دير وآن مرنبا لقل لي حن كريم إن يهيستا هذه ذاتك اللي يسوي ميزامنا إيقا كيف دود إن يراجع نقون يسو سبب طوع علمك يا هايستان وعلمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد دحلي مركا علمك سبحان شك الله العلوم تكلا أوردان إنه كراجع نقومي وحجاهان وكأدبيا إيقونا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يدحلين شرفت النبي عليه الصلاة والسلام وحكم ذا أيه اللي ينضدك كلا مركا ويكفضي بضانيا أبلغ بحجتهم حجدودو حيال لراشا بضانا أرجع بكفتهم كفدو ذو راجع سنة شبضنا في الفضل فضلك إن يكون راجع سنة إن قصتهم هذا قياسته أتكو عبرته وزن الميزانها بغيره من يقى غيره يعني قال هذا أهل الحديث إيوه قل يها كلام أهل البدعة مركز إسبربر نكتو هو أني شرفت إليه هو أني شرفت إليه هو أنا مانت إشيغانا هو أنا مانت إشيغانا وحاكو صوب حيث أهل الحديث إن الله مريم صوت إيجا إيا أولو نبي صلى الله عليه وسلم يا طريق كفاهم شرفا وحاب شرف أوفلا أن أصبحوا خلفا إن خلفوا نقدين هو خليفة
لسيد الحنفاء انت توصل سيد كودي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم في دينه القيم الدين كيسي توصنا إن خليفين بقول نقضي وحشرف غوف لب كيريو أدي قف أي شيغان أيام ويكفى عن أيام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابة ديسي علمك أي عيستان وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أي كان أحلال نبي كان وحشك لها إن وها خير خلق الله يسقى طريق يسرين ويهي طريقا هو ناكسن علمي يسنوها علمي كان وصر رأي كوي مركا النبي صلى الله عليه وسلم أدحلي ويكشرف بديهين كو عيقو كف وحلق النبي عليه الصلاة والسلام وحيق كف وادي علوم كلا فلسفة يكون مشغولي كفاهم شرفا وحا شرف غفلا أن أصبحوا خلفا إن نقضين كوا خليفة وبدله لسيد الحنفاء هو توصل حنيفيين تاع سيد كودي في دينه القيم دين كيسي توصل أي خلفاء والنقضين ودحلة أي والنقضين يحيون سنته من بعده سنته سعيه سيكد من علينا فلهم يكا أيا أولى به النبي كو أوليسا من جميع الخلق كله من خلق دمان تدوغ أوليسا يقع يا نبي صلى الله عليه وسلم وقدوا ذاتك كلام سببت آه وحيكم مشكول سيهم با وصنة النبي عليه الصلاة والسلام وحديث في النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الله قد علي مركو يقع أولي سيهم ذاتك كلام أيه وحيك كفو يربون عنه وحي النبي كوريا أحاديث الشريعة أحاديث الشريعة لا يعلون حفظا لا يعلون مقابيا حفظا حفظ أهان مقابيا لها شريعة أحاديث يد الله حفظيه بصدر حبطك الله حفظي قلبي والقلم يقلك إن الله حفظي كمقابيا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون دالا كما نقابيا كد دالدا يكون داليا وحبد دال مي ريستان ويحفظيان لفظ أهان هي معنى أهان با قلب أهان هي قلن أهان با وحي حفظيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه وكشر حي شريعة الإسلام ينفون عنها وحي كنفيا وحي كديدان ويكفقيا شريعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتحال المبطلين بعد اللويدة إسيسين تودعين إيه إسيسيان إسحجيان وتحريف الغلاة كوا غلو كنا اللي حنت أي اللي هي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعويل اللغوي يمدك بعض يسان فسري دي سأل لئم يمدك الليتا وصدع قصة مرنى حديث كي ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين مركا وحي كن فينا الحديث ويكد دفاعيا كوا غلو كدعاه إن يقلوا بيان وغلو وذيكو فصرتان شريعة الإسلام كقوة حدود يدي دافي يغلو كدعاه إن سنة إيه كفصران إيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طريقه داس قلدا أي كدفاعيا كوا مبطلين تاء إيه الدين ودنب الله دقاشا مقع أهان إن يقاطان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي كدفاعية كوى جاهلين تا أيه تقصير كوجرة كرقة كي شريعة كجابي يجونا سدى أي دون يان إن يكون فصرتان أي كدفاعية تدك مركوا سدى ذاق يبو تدك أيه حب وضباط وكإيمان أو طريقة قدم كصعدة وسدى ذاق يبو كوى حقي كجابي ومثلا أصحاب المعاصي أصحاب الشهوات ضدك معاصي ذي شهوات كي أدوية ذا إن يكف كذان ضدك كجرا ويا طيب نوى قد حق عفطي أو قلوا يقول عضي وخوارج تو كلام مثلا يوح ووالبو قلوا السمايا هو مركا هو حق وكجابيا هو نوي نافع هو أنا أصلا بشري عذر ونبا أي وير كي هنا هو مقتلين وقال ذي هي منافقين تي منافقين تونا مجا إسلام بشيغانا يم وحلقه يا باينو كيرادو اسم مسلم بالهاي كتاب القران كان وانا من سنه اي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانا من سنه حدنا
سي هوس ايو لا دغالميا سدخدا قولبا وحا شريعه دا اي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كدفاع اي اهل العلم او ايغو اه عدوش اي ددك عادلين تا اقرن والمجوب شرفت عينا كم تهي الله سبحانه وتعالى انه هول او غدغاي ان دين الاسلام اي دفاعا دين الاسلام نوامد محفوظ اه والله سبحانه وتعالى اي حفظنا ما دام اي تهي شريعه ودن بيسو من نسخي ساني جري الهي بحفظنا يفدنا والبوت ماذا ايو سو والبو شبهات كاي وبطان او شهوات كاي وبطان او مبطلين تو اي وبطان او مرافقين تو مفسدين تو اي وبطان شريعه ان محفوظ ويا سيدا الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يلغا سو بالله وحلي صحابه الى حد ان ان شغلوا مر والبو وحا جيره دد ايغو اسكو ديا اني ماشا كساره way la dagaalamaan bal waxa jirtay kuwa ayagu isku dayay xadiis badan oo been abuur ah inay ku soo daraan si uu isugu qaldamaan hadhow loo wada tuuro waxa soo dhan ilaahay ba ka badbaadiyo sunnada ilaahay hadda waad garanaysaan dawaawinteeda saxiixa sunanta iyo kutubta saxiixa waa la garanayaa ilaahay uu ku xifdiyay marka sharcigaani maxfuud weeyo qofka isaga ilaahay uu sharaf uga dhigo كوي دفاعي وحفظنا ينوكا مد نقضنا ومقام إساق إلهي وقارسي ويا إنك أيا مركب أباهن إن شرف قرهات سنو يمقع إيو مقام دفاع شريعة الله سبحانه وتعالى إيو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك هذه أمكد دالي وإننا الله إساق أصم إسان يقرأ كد داشا وإنك إلهي ابن مباهن ينفون عنها شريعة وحي كن فيان وكد دفاعان انتحال المبطلين هو بعض اللويدة إسيسين تا إسيسين ايا ويكون مقع شيغان ايا وتحريف الغلاة هو غلو يكجر الليحين تا الليحين ايا وتأويل الغوي هي متك بعض يسان فصيري ديسا اللي متك الليتا أدو مقالته وحي قتين نبيك أراه ديسي نصحا لأمته وخير ميرد ومضع وخير ميريان درتي صاموا روايتها وحي إلى ليال ورنت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل متهم مد والبع ولا تهمه أي كإلى ليال مد والبع ولا تهمه أي كإلى ليال وحاكم إذا شرفت أهل الحديث إني ورنا يا النبي صلى الله عليه وسلم سنة ديسي وأنا صبر نبي الله ويهور النبي صلى الله عليه وسلم إنه ود العيي بدك مقالة دي إيه فهمه إيه أمد كان عقود بيه نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما عفظها وصامرنا ولكن مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إنه حفظيين أو أمد يؤسو عقود بيه شرف إليه ويا أمد مركا أي علم يؤسو عقود بيه وحا يقول جيدان ونصيحة المسلمين مسلمين تهين أقول نصيحيان وأي أخير ميران ويا وجيد كدوا كام وجيدكم هو حق أي أغادين إلى أمضى الشيخان هو كلي وجيدك لك ملا إلى يكون راسد الجمهور يمتابعين يضد يغلى الصعودة يأتباع وجيدكم ما إلى منصب يمال إيو مقع عدون إيو وحلا مدى كون راسد أن وجيدكم ما وجيدكم هو حويان النصيحة إلهي درتي إيو ضدك إلى النصيحيان ويو خير ميران وحاكم إذا فضلوا ذا علم الحديث إيوه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورنتي إذا إنا إلالية رواية إذا إنا إلالية وعد والبا أولا تهمي دين أهان تيسا إيوه صدق إيسا تهم الكجر تيحك إلالية وحين كم تاهي عجائب تا إيوه معجزات كالله سبحانه وتعالى أمة محمد أوسيه بكم تا إسناد كا محفوظ كا laga soo bilaabo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ila laga soo gaaro sheekha xadiiska ku warinaya hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo sanadka la warinayo mid walba kamid waa la garanayo mid walba kamidna waa la hubiyay inuu yahay adlun dhabitun diin ahaan qof caadila inuu yahay xifdi ahaan qof sugi kara xadiiska warinayo marka way ka ilaaliyeen qof cadaaladiisa tuuma ay ku jirto
ama xifdigiisa iyo dadbigiisa tuhma ay ku jirto, labadaba way ka ilaaliyeen. Asaaniid nadiif ayay marka ku warinayaan sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Aad bayna culimmadu uga hadli jireen in la ilaaliyo xadiidka warintiisa. Waxaa ka mid a hadalkii ibnu siriin, ina hada alxadiida diinun fanduruu caman ta'khuduuna, xadiidkani waa diin, diin weeyaan, iska fiiriya marka cidda aad ka qaadanaysaan. Wuxuu leeyahy cabdullahi ibnu mubaarak, alisnaadu min addiin, lowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa. Isnaadku diinta ayuu ka mid yahay. Haddii aanu isnaad jiri lahayn, qof walbaahi wuxuu doono ayuu sheegi lahaa, qof walbaahi wuxuu doono ayuu sheegi lahaa. Isnaadku marka midna waa sanadka la warinayo, xaggeed ka keenta buu yidhi nabiga sal allahu alayh waslam, baa sidaa yidhi, xaggeed ka keenta baa leeyahy, yaa wariyey hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa wariyey, waa inuu yidhaahdo oo markaa lala fiiriyo kuwaasuu sheegaya kuwa inay yihiin laga aqbali karo riwaayadooda iyo in kale. Haddii macnihii xaggeeda la aadana buu yidhahda xadiidka macnihiisu waa sidaa oo xukunkaas baa laga qaadanaya, isnaadi baa leeyahy, waa inaad u tiiriso sideed uga qaadatay, meesha aad ka qaadatay sifay. Marka isnaadku diinta ayuu ka mid yahay. Haddii isnaadka meesha laga saaro, isnaadka xadiidka thubuudkiisa khuseeya iyo sidoo kale midka xadiidka dilaaladiisa khuseeya, usuul fiqhu asaaska uu yahay, qof walbaahi wuxuu doono ayuu ku hadlayaa. Walidaalika ayaa kuwa mufsidiinta oo doonaya diinta islaamka inay baabi'iyaan waxay ku dadaalaan mar walba labada cilmi meesha inay ka saaraan, cilmu usuuli alxadiid wa cilmu usuuli alfiqh, labadaba inay meesha ka saaraan bay doonayaan. Sababtoo ah haddii usuul alxadiid meesha laga saaro, sanad la hubiyaa ma jirayo. Haddii usuul fiqhi meesha laga saarana, istinbaad iyo isdilaal saxiix oo la hubin karaahi meeshuu ka baxayo. Waxay rabaan marka qof walba ahay siduu rabo inuu u fasiro qur-aanka iyo sunnada nabiga sal allahu calayhi wasalam. Marka fadaaisha ahlulxadiid bay ka mid tahay inay riwaayada sunnada nabiga sal allahu calayhi wasalam ka ilaaliyeen mid walba oo mutaham. Addow maqaalatahu, waxay guteen oo gudbiyeen maqaaladii nabiga sal allahu calayhi wasalam, sunnadiisii, nusxan liummatihi, nasiixay ay u nasiixaynayaan ummaddiisa darteed. Saanu riwaayataha, warinteedii bay xifdiyeen oo ilaaliyeen, can kulli mutahami, mid walbo la tuhmo ayay ka ilaaliyeen. Lam yulhihim qatu, weligood ma uusan mashquulin, min maalin wax maal ah, walaa khawalin wax hanti ah, walaa ibtiyaacin wax iibsasho, walaa xarfin iyo beer, walaa nacmi iyo xoolo, midna ma aan mashquulin. Yacni adduunye maysan ku mashquulin. Hawshoodu waxay ahayd inay ku dadaalaan xadiidka nabiga sal allahu calayhi wasalam, waqtigoodii, maskaxdoodii iyo maalkoodiiba meeshaas ay ku bixiyeen. Adduunyadii marka kuma aanay dadaalin. Hadday adduunye ku raadsanayaan oo kasab adduunye ay ku dadaalayaan, sharaftaas maysan gaari lahayn. Wuxuu leeyahay alimaam abu cabdillaahi alxaakim markuu ka hadlayo sharafta asxaabu alxadiid, ina asxaaba alxadiidi khayru nnaas wakayfa laa yakuunuuna kadalika waqad nabadu dunya bicasrihaa waraa'ahum, adduunyadii gadaashooda isaga tuuray. Wajacaluu gidaa'ahum alkitaaba, waxa quudka u ah waa cilmiga qoriddiisa. Wasamarahum almucaarada, waxay ku fiidsadaan oo ay ku sheekeeyaan waa mucaaradatu alxadiid, yani xadiidka in la muraajiciyo, la yidhaahdo maanta axaadiistii aad soo baratay sheeg, ninkaana uu sheego markaa isu saxaan, la mudaakareeyo muraajacadi. Wastirwaaxuhum almudaakara, meeshay ku nastaani waa mudaakarada cilmiga. Wa khaluuquhum almidaad, waxa ay isku qurxiyaan waa anqaasta qabdi weeyaan. Wa nawmuhum asuhaad, hurdadoodu waa soo jiir, hurdo ma laha. Wastilaa'ahum addiyaa, wa tawasuduhum alxasa, waxay ka dhigtaan wisaad iyo barkin waa quruurax, meelaha ay iska seexdeen gogol wanaagsan iyo midna ma raadsada. Fashadaa'idu maca wujuudi alasaaniid alcaaliyati cindahum rakha, dhibaatooyin walba oo timaada sanad caaliya haddii ay helaan waa u barwaaqo. Wa wujuudu arrakhaa'i maca faqdi maa talabuuhu cindahum buus, barwaaqo adduunye in la helo iyagoo waaye wixii ay raadinayeen agtooda waxay u tahay baas bay u tahay.
فقر بيوتها فعقولهم بلذاذة السنة غامرة عقليه ذو معانسك السنة أي مد كبوح لا أي تهي معانسك السنة أي كبوحة تعلم السنن سرورهم سنوي كبرشدو دعيا وحي كفرحا ومجالس العلم حضورهم مجالس العلم أي كفرحا وأهل السنة قاطبة إخوانهم أهل السنة دمانتود وولادهم أهل السنة دمانتود وولادهم ما كان صار أهل السنة تحزب قوني وكمجرا يو قلضة ماشا قوني دا جوبت يمسجد كا قوني دا مدرسة دا قوني دا مركز كا قوني دا معها أهل السنة ودنبا ولادهم وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم هو الدين لعام تعيين بدعا ذاك الشقية دمانتود أي أعداد ودعاء مركز شقده وعلم أوكلين شرفته ذي كمتها قف قدون المقام قدين وقال مركز وين طريق وذا اسمره ووقت جيساء يوحر بأوه وكب إيو علم قال لك أنه حلينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يلههم قط غلب من مشغول من مال وحمال ولا خول الخول ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء وغيره من الحاشية حولها يا ضامضة وحيالها الله متكئن لها يا هنتهان إلى يقوس يعيا خول إلى هذا ولا ابتياع وحقدش ولا حرف يبير فل ولا نعم ينعم ليدي حول الراء وحاصنا مع المشكور هذا هو المجد كم هي شرفت لا ملك بقرتوي شرف معها ولا نسب نسبنا شرف معها كلا ولا الجمع للأموال والخدم إلا كل ميوه ولا عروريوه حوله إيا خادمين إيا دون شرف ما شرفت النبطاه والعناية بالعلم وبدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفنو كد داله علم شرعه إيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام تاسبا شرفت النبطاه يا شرفت ما أهلا ملك بقرتوي الدوين البقر كان نقطة مضحات كان نقطة ولا نسب أبترس ونأكسن أبليضها ترى هذا مثلا أني غير ونأكسن بان كدش كلا ولا الجمع للأموال حول إلا جمعيان شرف معها والخدم هي خادمين يا الضوان يوحي اللمضة فكل مجد شرف والله وضيع ومضه وصيع عند مجدهم إيك شرفت ودأبتين وكل ملك البقرتوي والبانا فخدام كو هو ديغو يا لملكه مي يغ بقورتو يدو شرف والله هذه لو قياسو شرفت اهل العلم يا اهل الحديث يا اهل السنه وحين نقونيسا شرف هوسيسا شرف والبوقف هو يستعدي له وحا كسر ريسا شرف العلم واهله درجه والبوقف هو غارنا وحا كسر ريسا درجه اهل العلم وحا لغوريا شعبة إن سفيان الثوري ساد الناس بالورع والعلم سفيان الثوري وضدك سيد أمور نقضي وورع حلال ميرتك هي علم قويا حلال ميرتك هي علم قويا الحجاج أياه عكويري خالد بن صفوان حجاج بن يوسف أياه عكويري خالد بن صفوان من سيد أهل البصرة ريا بصرية سيدها مركز بوكوير الحسن البصري وعيد وكيف ذلك وهو مولى سيدو سيد بن قكر واب مولى مولى ويا يعني الدور نما يا سو مرتي نسبها شرف كمله او ضدك عربه مركز بو يري احتاج الناس اليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم وحسيد بن قضي ضدك ايا دينتوده اسغا او باهدي يسون عدويدود أيو غمار مي يغا دين تودي سيغو فهمان أيو باهي يسغا علم بيسي عدويدودين أبو النبات قلي مركا دين تودين أبو يكهي ليان علم جدي عدويدودين كمر ربو سيداس بو سيد أبو نقضي وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو يوم الوصول في حلقته إليه ريا بصرة تتك شرفت على أشرفت على جوا مد كمدا ما أنا أرجع مد ورب وكمدا إلا وعدون يعلو جاره الحسن البصري في حلقة ديس ليستمع قوله ويكتب علمه سو هذا كيس أم قله
علمي سنة وقرته مركز بو حجاج وحير هذا والله السؤدد كان أيا والله أه مدح نمض سيد نقشضي مدح نمض وأمد دان ويا مركز فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فقدام لملكهم والأمن والنور والفوز العظيم لهم والأمن أمن آمن نقش والنور هي إفتين والفوز العظيم يقول وين لهم هي بأسونات يوم القيامة مالك آخر والبشرى بشارة بحزبه ميكو حدود أي أسونات جمعوا وعشيق هالك أبو أفر فضل أفر درجة أما أفر أجر أو أي هليان أهل الحديث ولو نجد أهل السنة سيدان صومر درجة قوات الأمن آمن نقش عرض إلهي عذاب في سنة كآمن نقضان الدنيا آخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هل كاس بيكسوا قليا وكو إيمانك حقيقي ويا درجة اللبات النور افتين إني هليا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وصومرنا العلم والنور ويا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو النور الفوز العظيم الفوز العظيم الله هو أشياء هو كد دالة عديسة في معاصر إسكاي العالية ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم أرنك أفراد البشرى بشارين إليهين الدنيا آخرة سيد الله سبحانه وتعالى مركو كهل لي أولياء الله وأها الذين آمنوا وكانوا يتقون وقتل ما من لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الدنيا آخرة بشارع إليهين تلمامها هي درجات كإليهين بمرها كمتا فإن أردت حديعة دونته رقيا كروكعين نحو رتبتهم درجة حقي لأن أذكر أكعظه ورمت آدون مجدا شرف رفيعا من سرياء مثل مجدهم شرفت ذو كلا فاعمد أقسم إلى سلم التقوى جرجرت لورسي مضى الذي نصبوا كاس أي تاقين وصعد فول جرجرت بعزم القعان كفول وجد الددال مثل جدهم ددال كودي وكلا قال لك عبد الله وشيخ وشيخ قف وحا وغمد نقون كرو أهل الحديث سيدي عيان درجدو دكويني كرأي فضي الله شيء قيبا كم دانا أنصار مرن شيخ وصوت المام أقول بكل يهدي أدون يسو درجدا سراء أهل الحديث كأهل العلم الله شيء إن أدقارتو وشرفتا سراء أدرادين يسو وإن أدكود داشو التقوى التقوى وإن أدكود داشو تقوى المركب شيء أساسي وأنا شيء الله سبحانه وتعالى ونظر دارمي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله مرك اتقوا الله ويا ما شاء أي قبل الله بطي ما شاء يقول لما طبع الله سبحانه وتعالى كعب صور إلهي عردي سيسكى إلالي تقوى ذو نوحيكو إيمان كرتا قفعل لي ماذو وحي الله أمرين وصمايو وحي الله قرر بينا وكفوا بعده مرك واشريعة الإسلام كأنه كل رقم حلال يحارا وإن إلى ليه الأمر والنهي وإن إلى رتاز بأساسه مرك مقام كأي رتبة أي درجة أهل الحديث هذا دون سينة قارته شريعة الإسلام كأنه كل كذا وإن إلى ليه هذه الله كي أن كل رقم من شرع الإسلام واجباتك ضيعية محرماتك سهلانية إسكما ناف ونابيدي فضائشي يصنويك عندنا أدون يسوين اعتراض الطائفة المنصورة الفرقة الناجية يعني كم منها ما يسقبنوس وحلقوا بدمادية ونقع كشريعة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحاساسوا أمركا سلم التقوى قفونا إلى اليوم وقال لك الشيخ تقوى دي دور سيمد إن إلي ذا جرن جر سلان إن إلي ذا وقفوا حب قيب وفورا يكروا أسعوني تا أمركا وإنات كد ذا شبه كليه قوان عذقنا وإن قاضته دلالك أهل العلم يا أهل السنة وكلنا وإن أضلت ماذا واعكف على السنة المثلى وحد اعتكافته وأتكد النقاتان سنة السريسي طريقة السريسي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة السيئة
كما عكفوا سيده ايغو دون لغادين حفظا حفظ اهان مع الكشف عن تفسيرها يرو تفسير كيدين الله باريو ودمي دائميا او سيده باقي كنو marka taqwadi waa dhaqankii cilmiga inaad ku dadaasho waa arrinka koowaad arrinka labaadna waa sunnadii nabiga sallallahu calayhi wasallam cilmiga nabiga sallallahu calayhi wasallam laga dhaxlo inaad barato cilmiga marka inaad xifdiso alfaadiisa inaad xifdiso macnihiisana inaad xifdiso axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo qur'aanka kariimka fasirkooda aad garanayso waqra' kitaaban waxaad akhrisaa kitaab يفيد الاصطلاح به فايديني اصطلاح كسوا تفسيرك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدري الصحيح صحيح بعد مركا قرانيسا من الموصوف بالسقم متك اللبوصف ايه ضعيف لماذا يعينو يا حديث الا يسن هذا دون يسمى مركا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحفظ يصح وعاد فهمته وحيالا وحقوك المين وحا كمده علم الاصطلاح علم مصطلح الحديث إن الله كبرته هو يرى الكتاب أتك أقرسته سيادو فهمته علم القاب كعيبو تلقى لين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كلا صاره حديث صحيحة يمد ضعيف قال لك كلا أقعده كامرك وقيب كمد فهم كعد فهم يسوس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي المحجة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحجة يضع طريق عد إلا دون إلا قاضه فصل قاب طريق غير منحرف مثل كان لا حال يعلق عنها وهي الحنيفية يضع أياء الحنيفية دين تتوصل السمحاء سهلا فاعتصمي كدك سنة وبدبادك الرعب سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضع إياه المحجة البيضاء وضع عد صراطك مستقيم كأه يقف وكوكار الرحمة يا الله يرى لها شيس يضع يا مركا لدون يقف ونقاضه ووصن كل إعلاحا لنا أنا وصن وقبيري إفراد التفريض لماذا بينه إسكي لاليو غلوي تقصير يضع إيانا دين توصا الحنيفية السمحة يضع إياه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل ديما قفوا الدين وكانوا توكوا عبادي يستو متكاعي والله أجي عليا أكوا على الحنيفية السمحة الحنيفية ومدة توصن كلا يحسن وعبادي يبادي السمحة ومدة سهلا مركا وأنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة مركا الحنيفية السمحة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة سوية وحي من الله كالقرآن ووحي الله حق كأهاضي قرآن كأوكلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم شاهده وركاس مرقاتيه سنة في سورة النجم أيوه كجرة فاحفظه حفظ ولا تهمي هاي سموتين أو توهم هكوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووحي الله حقيقي من سيد القرآن كوكلوية سورة النجم أيان أرنكا شيرتي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي وحى وشيء يا ما هو وحى وديس يا سيد نفس الدين صير ربطه كهالله إيوا وحي الله سبحانه وتعالى ووحي لي نبي وحى وشيء يا أمر والله وحق سيد عبد الله بن عمر بن العاص الغوري كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان قري جري هذا الوربة والنبي صلى الله عليه وسلم أن كم أقله سيان روح ذيو فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا أخيارتي قريش أضياشي قريش بأيدي وصحابة كاملة طبعا والمهاجرين وإسوق رضي وكدش وحيو يرادين النبي صلى الله عليه وسلم وبني آدم مروا عريسين هايه مروا سنة عريسين وعضيا هذا الورد مركع دي سيدات وقريسة وحلقة يا بين وكوها هذا موسى مقص دينا ما وسن ربي مركوا نسكت دا يبو يري وحقوري دي النبي صلى الله عليه وسلم الوارو شاقي
marka abu nabigu wuxuu yiri uktub fawalladii nafsii biyadihi maa yakhruju minhu ilaa xaqun, afkiisa ayuu tilmaamay. Markaasuu wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay wax aan xaq ahayn inaysan afkan ka soo baxay, marka wax walba qor. Wamaa yantiqu cani alhawa wiyaan, in huwa ilaa waxyun yuuxa. Khayru lkalaami, sunnada nabigu sal allahu calayhi wasalam waa khayru lkalaam, hadal midka ugu khayr badan bacda kalaami illah. ومن خير الأنام بدا ضدك كي وخير بدنا حقيسة أين كسو ظاهرتي ويكتمت من خير قلب قلبي كي وخير بدنا حقيسة أي كتمت به قد فاه وحا هضلك نبي صلى الله عليه وسلم كو هضلي خير فمي أفمتك وخير بدنا مركا وخير الكلام هضل متك وخير بدنا. إن خير الحديث كلام الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وحكم عقاي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم نواص عمر. ومن خير الأنام بدا هذا الكاس وكي يميت خير الأنام خير الخلق هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسقى عياءه سيد ولد آدم. من خير قلب قلبي كان وخير بضم وكي يميت قلبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم به قد فاه وحا إساق كوها اللي خير فمي أفمدك وهو خير بضن. هذه أربعة وجوه في الخير أفر لنا وخير وهو إيمان ويان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهي البيان سنة بيضا أيا مدى عضينا يسلي أسرار الكتاب كتابك أسرار تيسا فبالإعراض عن حكمها حكم كيدا إن لقجيستو كن غير متسم وحد نقطة مدن كوسي فيسني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى عضين إيسا وفصير إيسا وشرح إيسا قرآن كريم كأحكام تيس إن عاند كو قرصر ما نسور تنجلي كرتو قرآن كي إن لغو نقمه إلا سنة إلا قاتمها إيادا عيا فصير إيسا إيادا عيا بيانين إيسا قفكو هديو كجيستو سنة حكم كيدانا قرآن كينا وضيع عيا. marka sheekhu wuxuu ku leeyahay sunnada inaad ka jeesato ha ku siifoobin ee iska ilaali ee ku dheg sunnada nabiga sallallahu calayhi wasalam. xakim nabiyaka, nabigaaga xakam ka dhigo oo xukunka ka qaado. wanqad, hogaansan oo nabigu hogaansan. warda sunnatahu, sunnadiisa ku raali noqo. maca alyaqiini, yaqiin la jirkeeda. wa xawla shaki, shakiga gaararkiisana laa taxrumii ha ku wareegin oo iska ilaali. nabiga sal allahu calayhi wasalam xakam ka dhigo, u dhiibo xukunka, isaga xukunka ka qaado. wixii uu xukmiyana u hogaansan oo qaado oo ku dhaqan sida allah subxaanahu watacaala uu amray. warda sunnatahu, sunnadiisa ku raali noqo. mar haddii nabigu sal allahu calayhi wasalam xukun uu xukmiyo oo arrin uu sharciyeeyo in la qaato ayaa waajib ah. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قيب كم دهنا ويا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول رسول كطاعة سوال الدنيا مع اليقين انت سوائل نجل طي يقين أهان إن أبهبته وحو ربو النبي صلى الله عليه وسلم هو حكمي حق رويا حكم ربو النبي صلى الله عليه وسلم هو شاقي يعلم ربو هو شاقي إنه حقي وأنا بيقين سنته. shakigana ka foga uu ku yidhi wa xawla shaki laa taxumi, shakiga gaararkiisa ha ku wareegin meelaha shakigu uu kaa soo geli karo oo shubhadu ay kaa soo geli karto ka foga. allah subxaanahu watacaala marka uu ka hadlayay nabiga sal allahu calayhi wasalam in loo xukun tago wuxuu yidhi falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum, dadku muminiindhaba ma noqonayaan ilaa adiga ay kuu soo xukun tagaan oo ay xukun kaa weydiiyaan wixii ka dhexdhaca. uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt, kadibna cariiri aysan ka dareemayn nafsadooda xukunka aad xukmisay. wayusallimuu tasliimaa, ilaa ay ka hogaansamaan hogaansamid. marka marka hore waa inay u soo xukun tagaan sharciga nabiga sal allahu calayhi wasalam. marka labaad waa inay ku qancaan oo ay qaataan. marka saddexaad waa inay u hogaansamaan oo ay dhaqan geliyaan. inta haddii qofka laga waayo iimaankiisii ayaa wax ka jiraan oo nuqsaan baa ku jirta.
واغضض عليها واعضض عليها واعضض عليها قنين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحوق قبصة وجالب كل محدثة كفر أو بدعة وربة وكل ذي بدعة وحد كنت رأضا مدك بدعة وصاحبك يدعوك كوير لا نعيم لا نعمين ما يقول ها ها كله وحد كل اكتاس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وربة كفر أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقول فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا قفك أن أولاده أن يقضى شيئا وحوارك الدونة إسخلافة فربضا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وحاد لازمتان سنة إذا سنة الخلفاء الراشدين تقول لك وقوسها كقبصة ومعيضة كقبصة وإياكم ومحدثات الأمور وحتى الدكتوراتان الرماه الدين تلقى لك يجب لك كينو فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذي بدعة يدعوك أحمد والبو بدعة صاحبه كويري وحد كتر هذا لا نعم يعني النعم ها كلهم ما يوين ها كلهم ما يوين لا أقبل منكم فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم فما لذي ريبة في نفسه حرج فما لذي ريبة متشكر صاحبه ومن سكنان متكاز في نفسه حرج النفس دي سعرين وغجر مما قضى نبي وحكم يقط ولقيبة في الإيمان إيمان كقوله ومن سكنا من قسم وحقيبة قف والبوشك وغجره ونفس دي سعرين وغجره حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكمه إيمانك قيبكم لهم فلا وربك آيادك بالله فلا وربك أيا أقوى زاجرا أرن قفك عنانتك نوحيك بضن لأولي الألباب وعقلية صاحبك أيوتهي والملحد الزنديق كالدين لاوها أحي زنديق أهنا في صمامي لقال أنبوك سبيه مركان انت عقل له ايمان له وان كنت على النبي صلى الله عليه وسلم حكم كيسا يا شريعه لي سنه قاتان ويقن عن ونفسه دود اي كحس شو اي دكتور اما كيس ملحد وقلو عرادينيا اما منافق يسو كان لا يا حق يا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك اقوى زاجرا اذا يا ار ان انت قفك وحك ريبا كانوا وحوق بدن لأولي الألباب هو عقلي له صاحب كعي وتعي والملحد بدك ملحد كا ملحد هو المائل عن الحق يا سلام بدك حق كل أحسن الزنديق الدين لا وها أما منافقة في صمم اللي قال عنه كسوية برزق الله كان وجب الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه